لم يعد يطلب من الله إلا أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، فعرفه الناس بلبيب العابد، أعرض عن الدنيا وزينتها، واكتفى بلقمة تقيم صلبه، وثوب بسيط يستر جسده. كان أحب الأشياء إلى قلبه أن يخلو لوحده ويناجي ربه، وما جلس بين قومه وكلمهم إلا ولاحظوا أنه كلما تحدث قال: يا قديم الإحسان لك الحمد، وربما لم يقل جملة أو جملتين إلا وردد بينهما هذه الكلمة، فكان يكررها في الجلسة الواحدة أكثر من 20 مرة، حتى صارت لازمة لا تفارق لسانه واشتهر بها. فسألوه ذات مرة عن سر هذه الكلمة التي لا يكف عن ترديدها كلما تحدث، فسمعوا منه حكاية عجيبة، وصارت ألسنتهم تردد سبحان الله. فماذا حكى لهم؟ كان يعيش في بغداد حياة رغيدة، إذ أتته الدنيا بالجاه والمنصب، وكلما أتته طلب المزيد. من رآه هابه هيبة عظيمة، فله شارب ضخم مخيف تكفي شعرة واحدة منه لتدلك على غلظة شخصيته وشدتها. فقد كان مملوكا روميا لبعض الجند، فتعلم حمل السلاح وتربى تربية خشنة حتى صار رجلا فأعتقه مولاه. وكان إذا مشى بجسده الفتي هيئ له أنه يشق السحاب برأسه، حتى جرى ما جرى. ففي يوم كان عائدا من عمله، وكان يشغل منصب رئيس الشرطة، فلما اقترب من البيت فوجئ بامرأته تقف في الشارع وتصرخ بأعلى صوت لها، فترك ما في يده وجرى نحو الباب. ولما دخل أخذ ينظر يمينا ويسارا: أين اللص الذي دخل بيتي؟ ألا يعرف أي بيت دخل؟ فمن يجرؤ على دخول بيت رئيس الشرطة؟ فقالت له امرأته: أن من في البيت ليس لصا، من يكون إذن؟ إنها حية مرعبة أثارت في نفس زوجته الخوف والفزع، فلم تتمالك نفسها من الصراخ. استنكر الزوج خوف زوجته وقال لها: أين هذه الحية؟ فتوة عفي لا يخاف شيئا. فلما دخل على الحية وجدها تزحف على الأرض، فاقترب منها شيئا فشيئا، وامرأته تحذره ألا يقترب أكثر من ذلك. وما أن أعطته الحية ظهرها قبض عليها من ذيلها، فكأن الحية استشاطت غضبا: من هذا الرجل الذي تجرأ عليها؟ فاستدارت مرة واحدة وفتحت فمها المرعب وأخرجت لسانها المسموم ولدغت قبضة يده، فكأنما شعر ألا يد له، تخدرت يده تماما، ثم بدأ يشعر بثقل في يده الأخرى حتى أنه لم يعد قادرا على تحريك كلتا يديه. فاستدعوا له الأطباء، فلما وصلوا وجدوا السم قاتلا للدرجة التي لا يجدي معها علاج، وقالوا: إن السم بدأ ينتشر في جسمه، ولا يوجد في أيديهم شيء يمكن أن يفعلوه، ويبدو أن مفعول السم قد وصل إلى قدميه. فسقط على الأرض ولم يستطع القيام ثانية، فقد شلت قدماه. وما لبث حتى رأى ضبابا أمامه وانطفأ نور عينيه، ثم تبع العمى خرس في لسانه، وصار لا يرى ولا يتكلم ولا يتحرك. ذهبت جوارحه أدراج الرياح، ولم يتبقى له إلا السمع، فأصبح تحت الحياة الجبرية في السرير، أو لنقل تحت الوفاة الجبرية، فكأنما هو ميت له أذن. تخيلوا رجل كان إذا ضرب الأرض بقدميه صرخت من قوته،
وإذا راح أو أتى ضرب له 1000 تعظيم سلام. يصير هكذا؟ لا حول له ولا قوة؟ لا يستطيع حتى أن يتقلب في فراشه؟ وكانت امرأته تأتي إليه بالماء لتسقيه ويقول إنها كثيرا ما سقته وهو ليس ظمآنا. وحين يكون حلقه جافا ولا يتمنى من الدنيا إلا شربة ماء فلا تسقيه، مسكين، فكيف ستعرف زوجته أنه ظمآن أم لا؟ فحتى شربة الماء لم يكن يهنأ بها، وإذا جاع وتلوت أمعاؤه لم يعرف كيف يطلب الأكل، فيعذبه ألم الجوع حتى تأتي زوجته بالطعام. أي عيشة هذه؟ وأي ابتلاء هذا؟ ميت على قيد الحياة طوال سنة كاملة لم يتحرك فيها من سريره. وفي يوم بينما الرجل في سريره في حالة بين النوم واليقظة، يغفو حينا ويصحو حينا، وكانت زوجته مشغولة في شؤون البيت، وإذ به ينتبه فجأة باب البيت يطرق. راحت زوجته تفتح الباب فإذا بجارتها تسلم عليها وتطمئن على أحوالها وتسأل عن حال أبي علي وكيف حال أبي علي، وتقصد لبيب فابنه الأكبر يدعى علي، ويحكي لبيب أن امرأته ردت على جارتهم ردا صعقه وضاقت عليه الدنيا بما رحبت، ولعله لم يتألم بحاله وبما هو فيه من كرب ومرض قدر ألمه من رد زوجته التي قالت لا هو حي يرجى ولا ميت فيسلى، أي لا نفع منه. ولم تكن تدري أن زوجها المشلول الجليس الفاقد لكل جوارحه لا يزال يسمع وقد سمعها بملء أذنيه، فكيف لامرأته أن تقول هذا الكلام؟ وشعر بملء نفسه بألم لدغتها المسمومة التي ربما آلمته أكثر من لدغة الحية، والمعذب في الأمر أنه لا يستطيع أن يتكلم وينفس عن غضبه، فلم يجد سوى الدموع التي دمعت بها عيناه لنعرف منها حكاية وجعه وصدمته من زوجته. وبينما الليل يغشى الدنيا بعد صلاة العشاء جاءته لحظة خشوع، فأخذ يبكي بكاء مريرا ويدعو الله بقلب صادق أن يشفيه، ويقول كنت لا أشعر بأي ألم في جسمي رغم كل ما في من علل، إلا أنني في تلك الساعة بدأت أشعر بضرب شديد على جسمي كاد أن يتلفني، ثم بدأ الألم يهدأ ونمت نوما عميقا. لم يشعر لبيب بنفسه إلا في وقت السحر وكأن أحدا يوقظه، فانتبه فوجد إحدى يديه على صدره وكانت طوال السنة مطروحة على الفراش لا تتحرك. من حركها إذن؟ فإذ به يجرب أن يحركها هو فتحركت، لم يصدق نفسه من الفرحة، حرك يده الأخرى فتحركت هي الأخرى، ثم قبض قدميه فانقبضتا، لم يصدق ما يحدث. إنه الله سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معجزة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فظل يحرك يديه وقدميه مرارا وتكرارا حتى تأكد أنه لا يحلم، ثم أخذ يتقلب في السرير سعيدا بأنه يتقلب دون مساعدة أحد، ويبدو أنه نسي الحياة خارج السرير فقد تأخر في التفكير للنهوض من سريره، ولما تذكر هم بالقيام فقام ومشى
وكان يلتمس الحائط، فالدنيا مظلمة أمامه. لكن هل هو ظلام الليل أم لا يزال ظلام عينيه؟ لم يعرف بعد، حتى وصل إلى الباب، فخرج إلى صحن داره ونظر إلى السماء، فرأى النجوم تلمع فكاد يموت فرحا، وصاح بأعلى صوته: يا قديم الإحسان، يا قديم الإحسان، لك الحمد. ومن يومها ألفها لسانه وصارت لازمته. ثم صاح بزوجته فجرت نحوه مندهشة: أبو علي، أبو علي. فقال لها: في هذه الساعة صرت أبا علي. وطلب منها مقصا وبدأ يقص شاربه الذي كان مميزا عند الجند. فقالت زوجته: سيعيبك رفقاؤك. فقال: بعد هذا لا أخدم أحدا إلا ربي. وترك بغداد وراح مكة ليتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى في أطهر بقعة على وجه الأرض.